السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ريبحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا إثبات سحب جديد لموقع الاستثمار روبل، أفضل موقع استثمار شغالين لحد الآن. الموقع بيعطينا لمدة 68 ساعة يعتبر 200% يا شباب، يعني لو حطيت 100 روبل بعد 68 ساعة تاخدهم 200 روبل. تمام يا شباب. طبعا طريقة التسجيل في الموقع احنا شرحناها كذا مرة. طريقة التسجيل بتيجي من هنا، بتحط الاسم والايميل والباسورد وتعمل تسجيل، وللدخول يا شباب من هنا بتحط الاسم والباسورد وبتعمل دخول. زي ما انتم شايفين يا شباب انا 68 روبل واودعت 300 روبل وساحب لحد الان 995 روبل. طبعا اول ما تخش على الموقع خش على الاعدادات يا شباب، بتحط هنا رقم محفظتك وبتعمل حفظ، دي اول حاجة بتعملها. بعد كده الايداع بتيجي من هنا، تختار الخطة. انصح اللي هيشتغل على الموقع الشهر على الخطة الاولى، تبدأ من 100 روبل يا شباب. هنا بتحدد المحفظة بتاعتك ومن هنا بتحدد المبلغ وتعمل ايداع، ودي ارباحك بيقول لك في الموقع. وتقدر تسحب من 7 روبل. السحب يا شباب من هنا هنحدد رقم المحفظة وهنحط هنا المبلغ وهنخش على البئر يا شباب. اخر حاجة عندنا كانت 41 روبل 60 سنت ونعمل طلب سحب. اهو يا شباب السحب كده وصل، هنعمل ريفريش. اهو يا شباب 67 روبل بعد عمولة البئير، وبكده الموقع صادق يا شباب لحد الان بيدفع. بعد كده يا شباب بتيجي من هنا بتعرف الوديعة بتاعتك. انا اودعت الوديعة دي انتهت، والوديعة ديت شغالة حاليا 200 روبل وخلصت، والتانية ب100 روبل. وديت وديعتين كنت انا جربتهم كده من غير ما اودع حاجه، بتظهر عندك بالشكل اللي انت شايفه دوت. بعد كده يا شباب بتيجي من هنا بتعرف حركاتك في الموقع، ايداعاتك وسحوباتك وكل حاجه عندك في الموقع، ومن هنا رابط الاحاله بتاعك. اهو يا شباب رابط الاحاله زي ما انتم شايفين اهو. وبكده يا شباب اكون انتهيت من الشرح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.